دائما مع المجال السياحي تشارك تونس في فعاليات النسخة 17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بالجزائر، ووضع المشاركون في الجناح التونسي مجموعة متنوعة من التصاميم لتقديم العروض السياحية المتنوعة والمشجعة لطمأنة الأسواق العربية والعالمية. بالأنغام التونسية وشذاعبق الياسمين وروائح العطور الطبيعية تجمل جناح تونس في الصالون الدولي للسياحة والأسفار. الجناح الذي امتد على مساحة 250 مترا مربعا جمع أكثر من 150 مشاركا تحولوا إلى الجزائر لعرض منتجاتهم وخدماتهم السياحية لجذب السائح الجزائري وتشجيعه على أن تبقى تونس وجهته السياحية الأولى. هناك برامج بين المؤسسات والمعاهد الفندقية، هناك إمكانية تعاون في مجال الخبرات والكفاءات التونسية. عندنا دي باكيج دي تاريف سبيسيو جبناهم معنا، وإن شاء الله بقدر ربي نعملوا أن بون مارشي معاهم. تونس معروفة بالطب ومتقدمين بالكدا، دونك يجيونا باش يتعالجوا و أون ميم طون باش يتفرهدوا باش يحوسوا. أون أن أوتر برودوي كون فالونسي هو لو توريزم سوليدير، خاطر ديما باش يقولوا لنا قلنا الجزائريين احنا نحبوا تونس، تونس في دمنا، وانتم اون كونتر بارتي شنو عطيتونا؟ جيتونا لبلادنا. أكثر من 1,400,000 سائح جزائري تستقبله تونس سنويا، رقم إمكانية ترفيعه بكثير ممكنة حسب مهني القطاع الجزائريين. لو كان يعطونا الأسعار اللي يعطوها للسوق الأوروبي، احنا نوعدوهم باللي ما يسحقوش السوق الأوروبي، والسوق الأوروبي هو اللي يعود يسحقهم. لماذا تونس؟ لأننا احنا اللي اليوم وغدا وبعد غد روج تونس، والجزائري مشتاق للذهاب إلى تونس، وهذا الصيف راح يكون وجهة كبيرة إلى تونس. وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي والجزائري أكد أن أهمية هذه المعارض تتمثل في تعزيز الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في المجال السياحي والنظر في سبل تطويرها. ثم اتفاقية بين تونس والجزائر في الميدان في السياحة والصناعة التقليدية، وثم برنامج تنفيذي قاعد في التنفيذ. فيه تعاون جيد ما بين الجزائر وتونس باش المنطقة هذه إن شاء الله تبقى وتظل آمنة ومستقرة. في عمل كبيرة في الميدان. اثنين، ما يعطلناش الإرهاب باش نبنوا بلداننا، وما عطلناش باش نتواصلوا مع بعضنا البعض. الموسم السياحي لسنة 16 و2000 كما سموه مهنيو القطاع موسم استرداد النفس والبحث عن أسواق جديدة، خاصة في ظل تململ الأسواق التقليدية. ثم أسواق عندها مؤشرات طيبة باش نهتموا بها بصفة خاصة، مثل السوق الروسية أو سوق أوروبا الوسطى، وثم الأسواق التقليدية اللي هي مازالت في تململ ويلزمنا نواصلوا ونأكد وجودنا فيها، لأنه إذا ما انقطع العمل معهم استرجاعه يكون أصعب بكثير. الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي افتتحه الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال كان أيضا فرصة للتعريف بوجهات سياحية جديدة في تونس، منها سياحة العلاج بمياه البحر وسياحة الجولف.